هيدي المشاطيح اوكي بستعملوها بالبيت تمام. بستعملوا هيدي المشاطيح بالبيت. اول شغله عطول نبلش فيها بس يكون عندنا عجين هي انه بنفعل الخمير، الخمير والسكر بنحطهم على جنب، بنرجع بنبلش بننخل الطحين وبنحط باقي المكونات الجافه وبنبلش نزيد شوي شوي المي والسوائل اللي عنا. اوكي انا حطيت زبده وزيت، فيك تحطوا بس زيت، ونزيد السوائل وبنعجن. ضيف كركم، كركم حلو ومفيد. اخر شيء اكتشفت انه انا ما فيني اعجن بالكفوف فشلحته قلت بايدي، وبنعم العجينه بشويه زيت وبنعجنها 5 دقائق وبنتركها ترتاح شي ساعه. بعد ساعه لكم احلاها، وبنشكلها مثل ما شايفين وبنتركها ترتاح ربع ساعه قبل ما تفوت على الفرن. بنرجع على الفرن على حراره اقوى شيء، نار من فوق ومن تحت. واجمل شيء بالموضوع انه فيكم تحتفظوا فيها هيك بهيدي الطريقه، بتسحبوا منها الهواء بتحتفظوا فيها اكثر من اسبوعين بالبراد، ضل مثل ما يليكم احلاها. رح اكتب لكم تحت الفيديو من وين جبتها. رح تاكلوا اطيب مشاطيح بالعالم. ليكوا الهشاشه من قلبها ليكوا. شو بدي اقول لكم؟ ما حفي اقول لكم ولا شيء، لتجربوا انتوا بنفسكم. ذكروني اذا حتشتروا بعد مشاطيح من برا، فحفظوا الوصفه من هلا واعملوا لها شير لانه حتدعوا لي كل شهر رمضان عليها.